قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أوضح وجوب فرض وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن، متأملا بأن لا يقوم الإسرائيليون أو آملا بأن لا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق. بداية، لقد أجريت محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وأوضحت ضرورة وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل إخراج الرهائن، ويحدون الأمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء.